لا يقال بأن اللعن أعظم من الغضب، لأن ما قدم فهو الأولى. قال هنا من لعنه الله وغضب عليه، نقول لا، لو جاءت هذه الآية فقط نقول نعم، لكن جاءت آية أخرى تدل على أن الغضب أسبق في الذكر من اللعن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.